طيبين وكويس انكم استحملتونا الفتره. استاذ سيد اهلا بيك. منور وكل ما طب وانت طيب. انت شكيت في ايه وهما بيشيلوا ال انا من اول ما ابتدت الناس تمشي تحت كده انا عمرنا ما شفنا. لا ومحترم البرنامج طبعا. راجل مذيع محترم جدا. يعني في مذيعين تحترمهم قوي يعني وفي مذيع يعني تحس عندي انما مذيع محترم واحد بيجري تحت رجليه كده. انا قلت لا عديت اول مره تاني مره لحد ما لقيت واحد ماسك المايك وابتدى يطلع المايك. قلت الله 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 الله. حسيت ان يعني بس انا بعترف انها فكره ذكيه جدا جدا والحمد لله طلعنا منها. والحمد لله انك طلعت برضه بالرغم ان سيد زيان ممكن لما يزعل ينقلب الى وحش. لا اصل انا كنت تعبان قوي يوميها بسبب يعني يمكن ما كنتش تعبان كانوا الاثنين دول راحوا ضحيه. هو ربنا ستر ان انا كنت تعبان بس تلاحظ وشي بقى عايز اضربه. يعني فعلا وصلني لحد انا عايز اقوم اعمل اي حاجه انما الحمد لله انا كنت تعبان فعدت على خير. انا بقيت خايف يشيلوا الكرسي اللي انت قاعد عليه. هي دي المشكله يعني. او كان ممكن يقول لك لو سمحت اتفضل هنا بقى دي لازم اضربه. لازم تضربه. انا صعيدي. صعيدي زيي. انا من اسيوط. انت منين؟ اهلا وسهلا. يا اهلا. انا من ابو تيج. ابو تيج ده احنا بلديات. اهلا. طب وانت صغير ما كنتش بتسمع البياع اللي بيمشي في الشارع بينادي ندى غريب جدا غير البضاعه اللي معاه؟ كتير. ما تذكرش واحد كده كان بينادي على حاجه واكتشفت انها حاجه تاني خالص؟ انا قعدت راقبه واحد معين. وكنت بحب ناس معينه اسمع صوتها. في ناس اصواتها حلوه قوي. واحد كان بيبيع بلح سيوي. كان بيقول فكنت ايه؟ كنت احب اسمعه قوي. كان بيقول ايه؟ يعني رنت عارف اللحن مش فاكر. انا ببيع السيوي يا وقت عددي السيوي. الله. انت تحب صوته قوي. انا اروح له عشان اقول له الله وامشي. واحد بقى ده اللي قعدت لحد اما نزلت يومين ثلاثه كده مش عارف بيقول ايه. والله العظيم يا سمير اسمع ما فيش غير كده. بص اقول يا رب يا رب. طب انا عايز اقول حاجه. تعالى نقف. طلع ايه؟ نقف بدل القعده دي. تعال لا لا انت هتقولها تاني. تعال بس. ده واحد بياع تاني هنشوفه دلوقتي. مش عارف المايك معاك وتقدر اهو. ده بياع برضو زي اللي عندك. طب نسيب ده دلوقتي نشوف اللي عندك كان بيبيع ايه. طلع بقى قعدت ثلاث ايام هو كان بيقول ايه الاول؟ بس اقول يا رب بيبيع ايه. نزلت له لقيته ايه بقى بيبيع ايه. جاز. لا تجيبه. طلع جاز. قلت لا حول ولا قوة الا بالله. وكان بيبيعنا. طب احنا نشوف البياع بتاعنا بيقول ايه. اسمعوا تاني بس. اسمعوا تاني. ده جاز منقط. طب يتفضل يتفضل اتفضل تعالى. ايوه اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اقف جنب الاستاذ سيد كده. اهلا وسهلا. ايوه مفيش بيك. اتفضل. نسمع اللي قلته بره بس. خامي معلم قول بقى بتقول ايه. بيع تاني كده. ماشي ماشي. ايه سيكسني. هي ملامحها هتبان.
لو فكناها لو فكناها. الاولانيه ايه؟ الاولانيه ايه؟ الاول بتقول ايه؟ ايه بس ده التتر. ايوه ايوه ده التتر فكناها قربنا. اللي بعدها ايه؟ ايوه الثانيه ايه؟ اللي بعدها ايه؟ ساكسوني. ساكسوني يا ساكسونيا. قولها كده مع بعض. اي سيكسني. هي دي ساكسونيا. اتس بيوتيفول. بالطلياني اهي ساكسونيا. بس وجت منين كلمه ساكسونيا دي؟ اساسها ايه يعني؟ اساس الحاجات دي وبناخد بدلها ملابس قديمه. يعني الحاجات دي بتاخد بدلها ملابس قديمه. يعني ده يجيب بدلة مثلا؟ لا يا الله. يجيب بنطلون. يجيب بنطلون. لا حقيقي يجيب بنطلون. ممكن. لا حاجات ظريفة و... بس انت ايه ما بعتش حاجة النهاردة؟ محدش قلع بنطلون وانتقولك. بقالك كم سنة في الشغلة دي؟ بقالي 8 سنين. 8 سنين؟ انت اسمك ايه؟ احمد عم منطلب. متجوز يا احمد؟ متجوز. عندك ولاد؟ عندي 3. صبيان ولا بنات؟ لا 2 بنات وصبي. صبي اسمه ايه؟ ياسر. ياسر. عنده كم سنة؟ عنده 7 سنين. ربنا يخليه. لا انا عايز اسأله ايه اللي خلاه يطور كلمة ساكسونيا لسكفة سكسات اللي بقولها دي؟ انت بتقولها ايه؟ بتقولها ايه بالظبط؟ بيع كده تاني من الاول. من اول التتر. سيكسنيف. انت رحت روسيا؟ سيكسنيف. سيكسنيف خدتها من مين بقى؟ من نفسي. يعني انت اللي يعني انت اللي خليت الساكسونيا بقت سيكسنيف. طلعت معاك كده من غير مرض مثلا؟ لا من غير اي حاجه. افتكرت لسانه مثلا قفل في الاخر. سيكسونيف. لا جميله سيكسونيف. وما بتبيعش غير سيكسونيف؟ يعني ما بتتاجرش في حاجه تانية؟ لا اللي هي الملابس القديمه بنبيعها في سوق الكانتو. يعني تاخد الملابس القديمه بتبيعها في سوق الكانتو. طب لو اديتك دول تديني ايه؟ يعني القميص والبنطلون دول يجيبوا ايه من عندك دلوقتي؟ تمام. هو معاه لبس تاني. تمنها انت. تمنها اهو. وده ايه دي؟ تمام. يعني اللي تعوزه سيادتك. لا ايه؟ لا هنفاصل. ايه؟ لا اديني يعني ده وده بكام دول؟ مثلا حاجه زي كده واحده. في دي ودي. لا تاريخك مش ساكسوني. على العموم استنى الاستاذ سيد وهو ماشي بره دلوقتي. بس سيب له الجزمه عشان عنده تصوير هو. متشكرين قوي يا ابو حميد وربنا يوفقك في السيكسو سيب دي. شكرا. نحييه ونسقف له. حد يشيل معاه بقى السيكسونيت تقيل عليك. هوبا ماشي. افقع واحده وانت ماشي بقى. قول اللغه العربيه باظت. استاذ سيد انا خايف نكون عطلناك وانا عارف انك انت مرتبط وزيارة زي السكر. بس قبل ما تمشي هتسمعنا حاجة أغنية صغيرة جميلة. بس هنفرجك على إعلان الأول وبعدين نسمعك. كريم زيفتولين لبشرتك النقية. إذا كنت تعانين من التجاعيد فابحثي عن المفيد. كريم زيفتولين يوفر الحماية لبشرتك. كريم زيفتولين يحتوي على خلاصة الزفت ومضاف إليه ماء اللفت ليجعل بشرتك ناعمة كالحرير. زيفتولين الآن بكافة الصيدليات. وقريبا انتظري المفاجأة الكبرى. زيفتتين. ده عصمت وده حشمت. عصمت بيغسل غسيله من امبارح العصر. وهاتك يا ناقع وهاتك يا عصر. حشمت يا دوب فم بفم والموضوع اتلم علشان بيستخدم المسحوق المدعوم.
شايفين غسيل عصمت معفن ازاي وشايفين غسيل حشمت مزهزه ازاي؟ انا عصمت اللي قالكوا عليه المذيع طلعت روحي في العصر والنيع ولسه هدومي عاوزه تلميع عشان بستخدم مسحوق وقيع. وانا حشمت اللي قالكوا عليه اسمه ايه؟ من دعكتين اتنين غسيلي ياخد سكسين. خلصت غسيلي وكلت الفيليه والبانيه والسوتين. اصل المسحوق المدعوق مش عارف اقول لكم ايه عليه. المسحوق المدعوق كسف عصمت وبسط حشمت. عندنا العيال زفتولين زفتولين لا لا دي حاجات زفتولين حاجات تجاريه وماشيه في السوق بشكل خطير. انت عارف الاعلان دلوقتي بقى اخطر شيء. نعود للسيد زيان وصوته الجميل ومواويله. احنا عايزين موال مش اعلام بقى ولا بلح سيوي ولا حاجه. موال من موال ولا زفتولين. مويلك الحلوه قبل ما تمشي. هو في حاجه قريب قوي قالوا لي حاجه اسمها الموال الاحمر. فقلت لهم يعني ايه موال احمر؟ قالوا زمان كان في مطربين يعمل لك ازاي؟ عنده انفلونزا تعبان بحيث اتاري ده الموال الاحمر. قلت طيب امال المواويل اللي احنا بنسمعها دي يعني لسه ما تلونتش؟ قالوا لا لسه ما تلونتش. فانا هقول حاجه اعتقد انكم يعني كلنا بنحبها لبدارة بتاعت اسكندريه. الله فتقول بدارة اللهم صل على النبي عيانه بالصحه يعني صحتها حلوه. تقول الموال اللهم صل على النبي بيشرخ يعدي خمس ست بيوت. يا غنى بنا شوف عمل ازاي. يا بدارة طلعت فوق السطوح عندها على طيري لقيت طيري بيشرب من انا غيري زعلت بيها بصوتي وقلت يا طيري قلبي زمانك مضى دور على غيري. الله ده من الشيكة من فوق جواب الجواب. ايوه بس انا بقيت قلقان من الطبقة العالية. انا متعيبة بقول لك. ايوه في بقى دلوقتي مطربين تلاقي يا دوب يا عيني يوصل يا دوبك. مفيش عشان الزحمة والعادم بتاع العربيات بوظ الدنيا. تلوث لما هناك هوا هوا يا ملك على طول. طيب هنسمعك اغنية احنا بقى برضو هنشبط فيك شوية ممكن خمس دقائق ثانية وتصير معنا ممكن مش مشكلة التصوير قاعد. الله اكبر. You know how much you say. Maybe suppose perhaps. Yes I love you. Yes I love you too. You must say I love you. Yes I think so that. Yes yes you know the meaning of this. Yes all the meaning. All the meaning. Yes. He said and between the meaning. Yes. Because he said, you know how much I love you. Yes, I think so. That. You know, Cinderella, I yes, love you. That is truth. Truth. Yeah. شكرا للأستاذ سيد زيان ونحييه ونتمنى له حظ سعيد دائما ونشكره. تحية كبيرة أوي للأستاذ.